طيب خلينا نقول لحضراتكم كمان، زي ما بنتكلم على الشكاوي مهم جدا ان احنا نقول الاستجابات اللي بتوصل لينا دايما من الوزارات والهيئات المختلفه والمسؤولين الحقيقه، واللي احنا بنشكرهم على التواصل الدائم معانا، لان احنا في الاخر هدفنا واحد، هدفنا ان احنا يعني نحقق مصلحه المواطن، يحس ان هو صوته بيوصل، شكوته بتوصل. بشكر وزاره الداخليه والمكتب الاعلامي للوزاره اللي اعلن عن استجابته ل السيدة ياسمين، واللي كلمتنا يوم 2 أكتوبر واللي كان عندها شكوى متعلقة بسيارات بتكون موجودة بدون أرقام مجهولة، انتشار للبلطجة منهم في شارع أحمد عصمت بعين شمس، وأجهزة الأمن شنت حملة كبيرة هناك، وفي ضبط عدد فعلا من السيارات المجهولة والقبض على عدد من الناس اللي بتروج للبلطجة في المنطقة. كمان بالنسبة للشكوى اللي كان فيها انتشار لعدد كبير جدا في مدينة نصر، لعدد كبير جدا من الناس اللي بيبيعوا المخدرات، ودي جات لنا برضو من منطقة في مدينة نصر، قامت حملة كبيرة وتم إلقاء القبض على 5 من الناس اللي كانوا بيتداولوا المخدرات، بالإضافة طبعا أنه الحملات الأمنية هتفضل موجودة في المنطقة دي. بنشكر المواطنين كمان على وعيهم، وشكرا لوزارة الداخلية على الاستجابة والتحرك السريع، ونتمنى أن كل واحد فعلا يا جماعة يلاقي مخالفة في منطقته يروح بلغ عنها.